يسعد مساكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد انا بعمله. طبعا اليوم احنا انا بقلعه صيدا، طبعا معروفه قلعه صيدا، طبعا بناها الصليبيون عام 1228 على ما اظن. القلعه دي تجي بقلب البحر، طبعا اكيد كلكم بتعرفوا بتشوفوا قلعه صيدا. سبحان الله، كتير كتير حلوه هالقلعه، وانا زي ما وعدتكم وين ما بروح بصور لكم الاماكن. شوفوا ما اجمل المنظر، كيف جاي بقلب البحر زي ما اتفقنا، بناها الصليبيون. هي تعتبر اثارات، منطقه سياحيه، منطقة أثرية. شوفوا كيف جاي سبحان الله قلب البحر. أكيد يا مدحت تتذكر لما اجينا أنا وياك وهون مشينا وهون حكينا هون صرنا يلا بلاي. كل هاي ماشيين. ليها ذكريات حلوة على فكرة. أنا هون داخلة على قلبها. كله هاد من برا بعد ما فتنا لجوا. أكيد معايا ماما، هي صدقتني إذا شفتوها. قلعة صيدا طبعا قلعة مشهورة. زي ما اتفقنا بناها الصليبيون عام 1228 هيك اظن، هيك اخذنا عنها بالمدرسة. زي ما اتفقنا انا بصور كان في وفد هون من العراق صباح عم يسالوني بشو تنشهر مدينه صيدا. شوفوا ما احلى الجمال هناك لجوا بالبحر كمان. هسه نركب بالشختوره او بالمركبه، في هناك قاعده، في كازينو، في قهوة، وفي كل شيء شايفينها يمكن بالصورة لجوا. شوفوا كيف جاي بنص البحر سبحان الله، القعدة كتير كتير حلوة بتجنن. تتذكر يا مدحت هون قعدنا أنا وياك لما سرقنا، رحنا سرقة وتقابلنا هون، فاكر هذا المكان؟ زعلت لما اجيت لهون، تذكرتك والله حبيب قلبي. فيها سواحة كتير تقريبا اليوم، انا احاول قدر الامكان اني ما اصور حدا. فينا كمان نطلع لفوق ونصور على العالي احلى.
انت دغري بس يس. طبعا انا هون طالعه الدرج، طالعين لفوق على راس القلعه. يما خايفة أنا هون بقلبها. ماما ما فيها تفوت معايا، تركتني لحالي هون. سيطلع علي صلبي. ما شاء الله. أنا هربت من جوا، رجعت طلعت لبرا، خفت. سبحان الله كيف بنين حاطين الحجر من غير بطون ومن غير شيء. سبحان الله وصل له هالعمر كله. ان شاء الله بفيديو تاني حوعدكم ان شاء الله. صور لكم الروشة، صخرة الروشة كيف جايب قلب البحر. اكيد كلكم بتسمعوا عن الروشة، خليها بفيديو تاني ان شاء الله. روشة ببيروت اكيد. انا هون بصيدة، انا طالعة فوق فوق على راس القلعة. هون مدينة صيدا، وجهنا بيروت إذا شفتوها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتكم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. لو اعجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. طبعا قبل ما اختم، قدامنا ربوشنا مبين هاي قلعة مينة صيدا، ان شاء الله كمان نصورها بفيديو تاني. وصار فينا اقولكم باي حبايبي.